مهما كانت درجة تجريدها تبقى مرتبطة أصلاً بفكرة أخرى توازيها موجودة. وبتعبير أدق، فإن كل فكرة هي امتداد لفكرة تنتسب للمحسوس، ومن خلال تصورات عقلية أخذت من واقع حسي بدأ كاتبنا الأديب جاد الحاج بواقعيته ينقح ويطور وينمي هذه التصورات حتى يدخلها إلى عالم الفكر لتحمل في طياتها آثار هذا الواقع الملموس. وهذا المبدأ هو المحور الذي تدور حوله أحداث القصة التي نحن مجتمعون بصددها الأخضر واليابس. إنها بادرة جميلة، الاهتمام بنتاج أدبي في دنيا الاغتراب لتعكس واقع الالتصاق بالثقافة في الوطن الأم. نأمل أن تستمر مبادرات فكرية ملاحقة في المستقبل إن شاء الله. يسعدني أيها الأخوة أن أقدم لكم شخصية فذة ساهمت مساهمة فعالة في إقامة هذه الندوة، إنه الدكتور عبد الخالق القاضي، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة ملبورن. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. سعادة رئيس الجلسة، سعادة قنصل لبنان العام الأستاذ مصطفى مصطفى، وسعادة القنصل الفخري للجمهورية العربية السورية وزميلي الجامعي أين هو من 30 سنة الأخ الدكتور ناصح مرزا، أصحاب الفضيلة ممثلي الجمعيات الدينية والنوادي الثقافية وممثلي الصحافة والإذاعة، وفوق كل شيء إخواني محبي الأدب بصفة عامة ومحبي الأدب العربي بصفة خاصة. إنه لا يسرني سرورا عميقا ويسعدني أن أرحب بكم باسمي واسم قسم الشرق الأوسط، قسم دراسات الشرق الأوسط، بهذا الحفل، ويسعدني أن أشترك فيه لنحتفل جميعا بتقديم كتاب الأخضر واليابس للأستاذ جاد الحاج. أنا لا أريد أن أتكلم عن الكتاب الجيد لا بأس ولا شك ومؤلفه الأديب الباهر، لأنه سيتكلم عن هذا الكتاب من هو أكفأ مني، أكفأ بتفاهمات النواحي الأدبية والإنسانية الموجودة في الكتاب، وأيضا أكفأ مني في فهم أعماق اللغة العربية الموجودة في الكتاب من الفصحى إلى لغة القرية أو القرى. على كل حال، يسرني جدا أن أساهم في هذه الحفلة، حفلة تقديم الأخضر واليابس، وأرجو أن يكون هذا الكتاب بداية سلسلة مؤلفات العربية والدواوين العربية، ويكون لعلماء العرب وأدبائها سهم في تاريخ الأدب العربي مثل ما عهدناها في الجالية العربية الأمريكية. كلما نقرأ كتابا عن تاريخ الأدب العربي في القرن 19 و20 نجد فيها أدباء العرب من أمريكا، فإن شاء الله نجد هذا الاسم وأسماء آخرين أمثالهم، وإن شاء الله أحسن. وسوف لا يجادله الأخ جاد الحاج،
أدباء عرب ونحتفل بهم في هذه القاعة أو القاعات الأخرى. فأرحب بكم وأتقدم إليكم وإلى حضرة الجلسة بالشكر لإعطائي فرصة للإسهام في هذا الحفل. السلام عليكم. شكرا للدكتور القاضي على كلمتي الرقيقة. الأخضر واليابس نقيضان مترادفان، ففي الإخضرار تتجلى معاني الطبيعة الخلابة بأبهى حللها، لترتاح لمنظرها الأبصار وتبرز معاني الجمال الهادئ الساحرة. وفي اليبوسة هشاشة وفظاظة وتقبل سريع للاحتراق وربما الانكسار والتحطم، والفارق بينهما كالفارق بين الفضيلة والرذيلة والخير والشر والجمال والقبح. هكذا يدور الصراع في أحداث القصة. أقدم لكم صاحب السعادة الأستاذ مصطفى قنصل لبنان العام ليقول كلمة حق في هذا الحفل، فليتفضل سعادتكم. سيداتي سادتي، يلبس لقاؤنا اليوم ثوبا ندر استعماله حتى خلنا أنه تآكل، فحلقات الأدب تلاشت من قوائم الدعوات، وباتت المعالجات الفكرية أقرب إلى المبتذل في التداول. وما هذه القلة إلا تحديا لهذه المقولة ودليل تصميم على عدم إخماد ذلك البريق الذي يجب أن يعود ليتبوأ مكان الصدارة في مكامن العقول، لتضيء أعماق النفس فتصفو وتدغدغ أحشاء البصيرة فتبصر. من البديهي أن ترداد القلة مراتع الأدب ودوره، هكذا كان الأمر فيما سبق وهي كذلك كائنة اليوم. فقد كان عشق فريدريك الثاني أمبراطور ألمانيا للأدباء وتكريمه المتميز لفولتير مجالاً لحقد وزرائه وجنرالاته وعلية القوم من مستشاريه، ففاتحوه بذلك دون ما تردد، فكانت كلمته الشهيرة أنه بإرادة أمبراطورية بسيطة يمكنه خلق من يريد منهم، أما الأدباء فلا قبل له على إيجادهم مهما كان لإرادته الإطلاق. لم أتوخى في هذا المقارنة والمغالاة فيما تعالجون، إنما أردت تبيان ما للأدب من مقام مرموق وما يجب أن يكون للأدباء من صدارة. فسمو النفس وعلو المعرفة هما من الأدب الغذاء ووقود الذات للارتقاء. وعليه فلن أتدخل في تفاصيل ملامح المولود الجديد الذي هو موضوع هذه الندوة، إنما أريد أن أتحدث عن العمل كمادة تضاف إلى الأعمال الكثيرة التي عالجت مظاهر ما يجري على أرض الوطن وبعيداً عن لهيب الساحة. فكما الإنسان ابن بيئته، كذا الأدب هو مرآة هذه البيئة، والعمل الأدبي المتميز هو الرحالة الصادق الذي انساب في كل خلايا المجتمع مكتشفاً وناقلاً الثوابت والشوارد، حاصياً الهمسات
ومن القول الصواضح. ففي الأخضر واليابس تنقل جاده في الأخضر من الخلق، مستعرضا أيام زمان، أيام الأصالة والصفاء، حيث المحبة الخالصة التي فطر عليها الإنسان دون ما زيف أو خداع، وحيث الخلق كلهم عيال الله، وأرفعهم أنفعهم لعياله. ثم عبر كاتبنا إلى اليابس من النفوس، إلى أولئك الذين صمت آذانهم عن أصوات ضمائرهم فراحوا في طغيانهم يعمهون، يخبطون خبط عشواء لا مكان للنقاوة فيما يتصورون، فقد اجتثت من أعماقهم كوابح الضمير، وباتوا في الغياهب دون ما رادع أو وازع، لا يرضون إلا بالزائل من المنفعة دون ما الباقيات الصالحات التي هي خير عند ربك وأبقى. وفي تجواله على هذين المعلمين ألبس أديبنا أبطاله ثوب الحقيقة، فانسابت الحوارات بكلمات مضمخة بالعفوية، أحياها ذلك النمط المجلل بأصالة التعبير، تحكي تاريخ قوم فطروا على الصدق والاستقامة وجبلوا على إحقاق الحق بالسليقة. وهبت رياح عاتيات انسابت في الأصالة كما انسياب البرء في السقم، تزين الصنيع على قبحه وتعمل هدما في الجمال. وهذا لعمري العمل الأدبي الهادف الذي يفيض علينا من عنديات الأديب، ينقلنا في إبداعه إلى عالم وعيه ولا وعيه، نرقب فنختار ونطوف فنتبين. فطوبى لمن أدرك هذه المسيرة وجنى القصد، وتبا لمن تاه في غشاوة التعبير فقصت عنه المدارك. وإتماما لهذا البنيان يأتي دور الناقد، ذلك أنه مع إمكانية أن يكون الفنان موهوبا فلا بد أن يكون الناقد عبقريا، بمعنى أن لا تكون لديه فقط القدرة على الحياة في الإبداع دون أن يبدع، بل عليه أن يبدع مع من الإبداع، وهذا صعب. فعمل الأديب يكمله إذن تدخل الناقد فيه، يتمكن من فهم النفس واستكشاف المعاني، وأرى من نافر القول الاستفاضة في شرح التكامل بين هذين القطبين، فإبداع الأول هو مقداح عبقرية الثاني. لذلك نجدنا الآن حول هذه المأدبة ننهل من معين الفكر، نتذوق حلاوة التعبير، ونتحصن بتشابك الآراء. جميل أن يعيش الفرد في بلد متحسسا الهمسات في سرائه وضرائه، وغاية الجمال أن يلازمه هذا الشعور في حله وترحاله مهما بعد أو أبعد عن مصدر الارتباط. إن بلداً هاجر أو هجر السلام عنه لا شك فالهناءة فيه منحلة، وشواهد الحال تزهو بالإضمحلال، إلا أنه طالما هناك في بعض النفوس من الأصالة بقايا، وطالما شعلة الأمل باقية، بل أن وميضها مشاء إلى الشمول، فسواد الخلق في الوطن آدم وراجي عواد، وفتاته في المصير مالك سعيد. إني وإذ أتقدم بالتهاني الخالصة للأستاذ جاد الحاج على عمله هذا، أود أن أعبر عن عميق امتناني لسعادة رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط الدكتور قاضي على مبادرته باستضافة هذا اللقاء الكريم في هذا الحرم الجامعي العامر
ولكم جميعا أصدق مشاعر التقدير لمشاركتكم القيمة، مع الأمل الكبير بتجدد مثل هذه اللقاءات المباركة، وشكرا. شكرا لسعادة القنصل على هذه الكلمة الأدبية الرائعة. نعرفه قنصلا والقليل منا يعرفه أديبا وشاعرا. من بعيد تناهت أجراس الكراريز معلنة أوبة باكرة لقطعان القرية، فالطقس قلاب والغيوم المتدرجة فوق الشير مفضوحة النوايا، شك رف من عصافير الدور تحت التينة كما يشك شعر الشاعر ألبير كرم في حناية الضلوع. فإلى الشاعر ألبير كرم ونفحة من شعره البديع. أيها الحفل الكريم، لقد فاجأتني هذه الدعوة مفاجأة كبيرة، لأنني منذ بداية أحداث لبنان لم أدعى مرة لأقول كلمة في أديب أو في محفل أدبي، بل كانت كل الدعوات توجه إلى حفل طرب وإلى دبكة وغناء، حتى بدت أشعر أن الشاعرية ماتت في فؤادي، وأن الشعر الذي يتحول إلى غناء ودبكة، والأدب الذي ينتقل إلى قلم مصلحي غاشم، ليس بشعر أو أدب. أما عمل الأستاذ جاد الحاج فأقل ما يقال فيه أنه بداية ثورة أدبية تحكي بساطة القلب اللبناني بعاميته الطيبة، تحكي نبل وشرف القلوب اللبنانية التي صمدت رغم الأحداث، فببساطة العامية التي انتهجها الأستاذ جاد كتبت بيتين من الشعر، وبعمق القلب اللبناني الطيب أكملت قصيدة طلب مني أن تكون مختصرة، وهي مختصرة بالفعل، ولكنني كتبتها على ورقة كبيرة، فلا تخافوا من إضاعة الوقت. سألوني شو القصة عابس، سألوني شو القصة عابس، وهيك تيابك لابس، شو صاير تمضي حالك وبإيدك حريتك حابس. قلت لهم لبنان الغالي الصاير للأغراب محابس، قتلوا شعبه وحرقوا أرضه وما خلوا أخضر أو يابس. أما القصيدة فتقول: بيني وبينك أبعاد ومنحدر، يا موطن المجد هل ما زلت تنتحر؟ تركت أرضك والآمال تدفعني لأن أعود قريبا فيك أفتخر. أبي اليتامى تضج اليوم نائحة، أبي السكالى على الأحياء تنتشر، أبي المسيح المدمى في كنيسته، وبالنبي الذي أبكاه ما حفر. أبي الدمار تلاقي اليوم مغتربا
يعيش حلم رجوع ليس يختصر. قالوا المسيح يريد الحكم منفردا، والمسلمين لحكم الأرض انقدروا. قالوا الفدائي هو أسباب محنتنا، فمنه يأتي لنا الترويع والضرر. ويح اللئام، مسيح الأرض متحدا وبالنبي مسيح الأرض يفتخر. يا جاد، عفوك عن شعري وعاطفتي، فإن شعري دمع نبعه مطر. قد كنت أبكي بلادي حين أشهدها ألعوبة الغدر في من خانوا أو غدروا. قد كنت أرتي جبينا من حنى أبدا لغير ربه مهما كانت الغير. يا جاد، عفوك قد ماتت مواهبنا، وأصبح الشعر في الأفواه يحتضر. تعال نكتب عن جنات موطننا وعن يباس اخدرار هده القدر. تعال ننشر للدنيا روايته، فقد يفيق ضمير مجرم قذر. تحية الود من قلبي أقدمها، ففي كتابك عن مأساتنا عبر. لا فض فك البير. يوما بعد يوم بدأ آدم يجد مشقة لاحتمال وطأة الدوران مع عمه. وطأة الدوران مع عمه في فلك القدريات، فكيفما اتجه بهما الحديث سرعان ما تنتصب السماء وتنسطح الأرض وتنطرح التعاليم القائمة بينهما على بساط البحث. فماذا سيطرح علينا سعادة القنصل الفخري للجمهورية العربية السورية حول الأخضر واليابس؟ هذا ما سنسمعه من سعادته، فليتفضل. حضرت رئيس الجلسة، الأخ الزميل القنصل العام للبنان الشقيق، الأخ الزميل الدكتور قاضي رئيس قسم الدراسات الشرق الأوسط، ممثلي الإيمان الروحي، ممثلي الفعاليات العلموية، ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام، سيداتي أنساتي سادة، إني أكاد أسمع الصوت الإنساني يطالب التاريخ والمؤرخين بإعادة النظر بالكثير مما يسمى بالأحداث والوثائق التاريخية. هذا الصوت يدعو لرجحان الصدق واعتماد الصحيح، يدعو إلى نظام حيث الكل يعمل من أجل خير الإنسان وكرامته، حيث الكل يشترك في مساره وصيرورته، حيث لا توجد فئة تؤمن باحتكارها للحقيقة، حيث لا يختلط الأمر بين الإيمان الروحي الحقيقي والتعصب الطائفي، حيث يسود الانسجام بين الداعين لتلبية مطالب العصر الحديثة وبين المتمسكين بالتراث الروحي والإبداعيات الخلاقة. تراث روحي يدعو للعدالة، للمحبة، يوقف التشكيك بين قطاعات المجتمع المختلفة، يؤمن بانتشار الثروة القومية في جسم المجتمع كما ينتشر الدم في شرايين الجسم، حيث لو توقف هذا الانتشار لأدى لنهاية هذا الجسم. هذه أفكار وخواطر
انتابتني وأنا أقرأ هذا المؤلف الأخضر واليابس. أين هذا الكتاب؟ أصبح ملآن بملاحظاتي. كنت آخذ القطار وأحب القطار إلى منطقة سكني 5 أو 7 دقائق من المدينة، فأذهب بعيدا في القراءة فأكمل سفرتي حتى آخر الخط إلى دندنونغ لأراجع. أحيانا أبتسم وأحيانا أكاد أبكي، فكنت أعيد الذكريات. كنا نمزح على الناس اللي يحكوا بالقطار، كنت أنا أتكلم، ولكن هذا من تابني وأنا أقرأ كتابك يا عزيزي جاب. حيث وإن لم يكن يجمع بين صحائفي هذا الكتاب أحداث تاريخية بما نعرفه من تحديدات وأوصاف التاريخ، أي ليس هناك استقراءات واستنتاجات تاريخية بالمعنى الكلاسيكي، بل هنالك فلسفة اجتماعية تاريخية يظهر فيها اعتماد الحس العام والمشترك common sense، والاعتماد على ما يعرف بالأبريوري أي الاستدلال العقلي، بدلا من الاعتماد على مصادر تاريخية معروفة. فنلجأ مثلا إلى الطبري ابن الأسير ابن القلانسي المقريزي للتأكد من حدوث أمر ما، بدون أن نلجأ إلى مصدر يشير إلى ما كان يختلج في نفس الشعب والأفراد العاديين، لا السلالات والقيادات الحاكمة آنئذ وحينئذ. والآن دعني أنتقل إلى بعض مقتطفات. هذا الكتاب حجم معقول، يمكن وضعه في الجيب إذا الواحد طبعا دفع حقه عدا ونقدا. الأسلوب فيه حيوية دائمة، وضوح وصفاء بالنسبة للمتتبع لأحداث شعبنا الغالي. المؤلف يدعونا لمرافقته والاستمتاع بتعبيراته الجميلة بلذة وتشوق فياض، أسلوب يتصف بروح المرح المتزن والهادئ والغير متأثر بعوامل العواطف، مما يجعلك تدرك وتشعر بغياب التحيز لفئة ما أو لطريقة أو لفكر أيديولوجي معين. لكن القارئ بين الفينة والأخرى يصعب عليه فك بعض الرموز، علما بأن فيها الملامح الخلابة رغم أنها تدور حول مأساة وطن غال ويريح. عندما قرأت بعض هذه الصفحات تذكرت رسائل أندرس، تذكرت لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. لكن القارب بين الفينة والأخرى، وأعيد والأخرى، يصعب عليه فك بعض الرموز علما بأن فيها الملامح الخلابة رغم أنها تدور حول مأساة وطن غال وجريح ولبنان. لنأخذ الآن في الصفحة 60، نجد هناك بعض زوايا التاريخ. كأن يذكر ولم يحقد بل تأسف على الإسكندر المقدوني عندما طرق أو طوق مدينة بحرية في بلده، وأصر برغم استفسار أهلها على تدميرها وصلبهم بعد حصار مرير. وكان صعبا عليه وما زال أن يفهم كيف تتلمذ الإسكندر على يد أرسطو وهو أرعن فالت في الدنيا هدما وحرقا. ثم عيون الكاتب ويذكر القصص الشعبية عن الشاطر حسن، وهذه لفتة طيبة لأني كنت أحب قصص الشاطر حسن، وما يمكن تسميته بالتاريخ الفولكلوري، تجدون ذلك في صفحة 80. تواجه بإلمام شامل في حقول اجتماعية وتاريخية مختلفة، تجدونها في صفحة 84-85. ويسترعي انتباهك الوصف الدقيق، تجدون ذلك في صفحة 86. ثم نعود إلى التاريخ الحقيقي، نعود لنجد في الصفحات 124-125 أن المؤلف لا يبغي اعتماد تاريخ السلالات والأنظمة والمحظوظين. ثم الدعوة في صفحة 140 وما يتلو لعدم تنصيب أنفسنا حكماء في مسائل متعددة نصدر أحكامنا وكأننا معصومون عن الخطأ.
وآمل أن تقرأوا صفحة 145 إلى صفحة 146. ثم يعود المؤلف إلى تاريخ الإنسانية في صفحة 174 والنقد السياسي. ثم صفحة 228-229 تغير المجتمع. ثم عودة للوصف الرائع في صفحة 238-239. ثم إلى مسائل تاريخية أخرى في صفحة 250-251. وفي الخاتمة لا بد لي من الإشارة أن الكتاب يحتاج لمقدمة تاريخية ليست بالجافة، مقدمة تنسجم مع طريقتك وأسلوبك يا أخ جاد، لأنه إذا لنفرض أنه بعد 200 عام وقع هذا الكتاب في يد مواطن لبناني في لبنان، سوف لا يعرف عن من هذا الكتاب. كيف ولو أنه وقع في يد مواطن في إسرائيل أو في أمريكا؟ ليس هناك دتاري. حتى عندما تذكر بلدة لا نعرف أين هذه البلدة. فلذلك أعتقد أنه من المناسب في بعد نفاذ هذه النسخة أن تكلف أحد ما بكتابة مقدمة تاريخية لهذا الكتاب، إذ بدون المقدمة هذه سيختلط الأمر بالنسبة لقراء القرن 21 والقرون التالية، إذ أن أول ما يريده القارئ أن يعرف تاريخ تقريبي للأحداث، خاصة وأن المؤلف ابتعد أيضا عن ذكر نواحي جغرافية معينة. نحن الآن نجد صعوبة ونحن في خضم الأحداث في فهم النواحي التاريخية والجغرافية، فكيف بنا بالنسبة لأبناء المستقبل خاصة إذا كانوا يعيشون عبر البحار؟ لكني أعود لأذكر أن في هذا الكتاب تاريخ مجتمعات إنسانية لا تاريخ سلالات، ويحاول الكاتب التوفيق بين المتناقضات، وتبدو الأهداف واضحة من أجل السعي للخير العام وإحلال الانسجام بين الفئات والعقائد المختلفة ومعالجة الأمور بطريقة نفسانية وارتفاعية، إذ أن الكتاب ليس مجرد قصة وأقاصيص، هي دراسة حالة معينة تدخلك هذه الدراسة في أعماق التاريخ الإنساني وفكره. وفي نهاية المطاف أهلا وسهلا بكم وحظا سعيدا، وآمن أن تقرأوا جميعا، وشكرا لكم. شكرا لسعادة القنصل الفخري للجمهورية العربية السورية على هذا التحليل الأدبي. يا ويلي على الماضي يا آدم، قال الحكيم متأملا معلقات جدرانه. كانت الدنيا حقيقية يا ابني، كان لكل شيء قيمته، العقل والعمل. دربنا آباؤنا وأجدادنا على تطبيق الشعار قبل تلقيننا كلماته. العقل والعمل، هذا الشعار طبقه الصحفي الجريء رودولف أبو خاطر عبر مسيرته الإعلامية في هذه الديار، فلنستمع إليه ناقدا بالاشتراك مع الصحفية القديرة السيدة نجاة فخري مرسي، فليتفضل. أنا معي رأى أكثر من الأخ البير، بس كله مكتوبين خط كبير، ما تخاف. To be or not to be, that is the question. أن تكون أو لا تكون، هذا هو السؤال. هذا ما جاء في مسرحية هاملت لشكسبير. أما في كتاب جاد الحج السؤال هو الموت أو القتل. الميليشيا التي خطفت آدم بطل قصة جاد الحج وضعته بين أمرين لا مفر منهما، القتل أو الموت. ومنطق الميليشيا هو يلي ضدنا
بدنا نقتله، واللي معنا بده يعمل مثل ما بدنا. لسان حال آدم يقول لبنان وطني، وطني الحب ليس في الحب حقده. آدم احتار بأمره، إن قتل فسيساهم بخراب بلده، وإن لم يقتل فسيقتل على أيدي خاطفيه. والسؤال الذي طرحه آدم على نفسه هو ماذا أفعل؟ ما رح أقولكم شو بيعمل، بقى تشتروا كتاب لتعرفوا. مبسوط هلا؟ بالرغم من أن جاد الحج لغاية في نفسه لم يبين لنا العلة الرئيسية التي أشعلت النيران فأتت على الأخضر واليابس، إلا أنه قدم أكبر خدمة لهذه الجالية الحزينة، فانتجلها من تجارة الملك بار وأوجد لها المركز اللائق، فقادها إلى حيث كان جبران ومخايل النعيمي وأمين الريحاني في أمريكا والمعالفة في البرازيل وآل تقلى والجميل وزيدين وصروف في مصر. وغدا حينما يكتب المؤرخون تاريخ الجالية الأدبي، فاسم جاد الحج سيكون على رأس القائمة. ولد جاد الحج مثل ما بيقول الكتاب هام بالآخر سنة 1946، ما أنا غلطت. عمل في الصحافة منذ كان في 16، ونشر مقالاته في لسان الحال والنهار والجريدة. من هذا نرى أن الصحافة لعبت دورا هاما في تشكيل المفاهيم الفكرية والبنية الثقافية لدى جاد الحج، وكانت له موطئ القدم في ساحة الفكر وميادين الأدب والثقافة العامة. ولو لم يعمل جاد الحج في الصحافة لما كان أسلوبه في كتابة الأخضر واليابس بهذه البساطة. رأينا في كتاب جاد الحج أنه استعمل أحياناً العبارات العامية المحلية، وذلك ليبين الإثبات المادي والمعنوي لانتمائه. أنا من الذين يعتزون باستعمال العبارات العامية وخصوصاً اللهجة المحلية والتمسك بها أسوة بكل الشعوب التي تفتخر بلهجاتها وتقاليدها. ولولا لهجتي واستعمالي لبعض العبارات العامية الزحلية كيف كان الكون بده يعرف إني زحلاوي؟ خليه عجاني بال. وأرجو أن لا يفهم من حديثي بأنني ضد اللغة العربية وإحياء اللهجات المحلية على حساب اللغة الأم، فهذا موضوع آخر. هلأ رح أقرأ لكم شيء من الكتاب، رح نستعير هالنسخة. تشوفوا الطريقة اللي كتب فيها جاد الحج، صحيح أنه ما فيهاش شيء، بس بتصير مع كل شخص خصوصاً الأمات. بالبلد في المختار وفي ابن المختار، ابن المختار مجذوب شوي، رفع ايده على بيه، بعد ما رفع ايده على بيه راح المختار على البيت بده ياخذ طاره. من مين؟ من امه. المباشرة بعد الخناقة في الدكان رجع المختار الى بيته وبادل المختار كلاما جافا انكسر خاطره. فيك ترجم كسر خطرة بالإنجليزي؟ أخلدت إلى الصمت، تربعت في زاويتها تحدو على مضض وحسرة. لسان حالها لا يلوم بل يرثي ويتنهد، يا سندي يقبرني إن شاء الله، لو دقته شوقي سأفقع عيني، إنه الحيل والفتيل، لولا كان الناس عيروني سموني أم البنات. دللت لأنه وحيد، ما نمت الليل سهري فوق راسه، كنت احمله على ظهري مثل النورية طولة النهار، لكن الام لا تلام على تربية الصبي. انا عملت واجبي، لما سخن بالحمي قتلت حالي قدامه، يبسط خسرتي من الحناء على جبينه.
الله يلعن الهم من بعدها تشوش الصبح ما عاد يطيق كلمي ولا البقاء في مكان. قلنا غدا يهدأ بروق دمه يقبل القعود في المدرسة لكنه صار يكبر ينمو حتى باتت قامتي أطول من قامات المعلمين. فكيف يقعد الصبي مع أولاد الصغار يعني طول بلا غل؟ علمه حرفي يا مختار، بعته على الساحل دربه على المخطر ليساعدك يخدم بعدك. حكيت حتى طلع الشعر على لساني، ماذا أفعل أنا يا حصر في على الأم وعلى قلب الأم؟ التمدد المختار على الطراحة في زاويته تحت الشباك الغربي. ليش ما قلتش الشباك الشرقي؟ مسندا رأسه يحدق إلى عمق طربوشه، يعني وتفيد زعلين قلب طربوشه وما أجيش واقف، إجا قاعد مثل حاون يتوقع كبرى، راسخٌ في اعتقادي أنه الصبي طالع لخويله، مشعوط طول بلا غلة. ليش طالع لخويله؟ قال لو لم يكن كان أحسن له للجميع. صلينا وصمنا، انتبهوا هلا رح أقول كلمة مش منيحة بس الحق علي. صلينا وصمنا ونذرنا 1000 لتر لنارة حمامته بعد 4 بنات. سرمية الواحدة منه بتساوي 10 من مسطرته. على الأقل تزوجنا وأنجبنا أولادا مثل العالم والناس، لا أحد يرفع غبر عن أقدامهن. عندي الواحدة منهن بنجوم السماء بينما دلوع أمه جرسنا. قصصه مثل قصص الحياة، عنده الكذبة مثل شربة الماء ولا شرب الصهريج، لا يشبع كذبا ونفاقا. لا لماذا لا تكبسوا يا مختار؟ بعتوا على الجيش على الدرك، دعوا يصبح رجل، لا بالجيش أخذوه ولا بالدرك قبلوه، فكيف أدربه على المخطرة وهو لا يعرف البصمة من ضربة الكف؟ حتى يقال مختار أورث المخطرة إلى حمار حمار، وغير الحمار يمد إيده على والده. حبيت أقرأ هايدي لأنه بعتقد قرأتها 20 مرة وبعدني عم بضحك. في قصة بحب أقولها هلا، ممكن تكون متعلقة بالموضوع أو ما متعلقة بالموضوع. عم بقرأ من مدي مقالي بجريدة النهار لميشيل أبو جودي، هذا من أهم الكتاب في لبنان. ميشيل أبو جودي ماروني مثل أخونا جاد الحاج. قال لي الأب النبيه النابه ميشيل ضو صاحب كتاب الموارنة وهو سكرتير البطريرك سفير، إن ماركس قال إن الدين هو أفيون الشعوب، ومقالاتك عم بيقول له ميشيل أبو جودي مخدر بل أفيون الشعب اللبناني. أنا عارف شو قصده، كل يوم بيوعى اللبناني ومعه هموم الغلا والدواء والاستشفاء والليرة والدولار والفيزا ليجي على أستراليا، فيقرأ مقالك ويقول العميد جاي. العميد يعني ريمو إدي المويرني بلبنان أبدون شيء الكاثوليك بدون إياه، فينهض ويقول لازم روح على الشغل. بعد ما جننت المويرني جاي تجنن الكاثوليك، عم بيقول له لأنه كان بمقالي قبله بيقول ميشيل أبو جودي بده رشح فؤاد الترك لرئاسة الجمهورية، وفؤاد الترك كاثوليكي، وزعامة الكاثوليك تنحصر باثنين، واحد اسمه جوزيف بوسكيف وواحد اسمه جوزيف بوخاطر. الله ينجيك من بعد ما سميت فؤاد الترك للرئاسة من جوزيف السكيف وجوزيف أبو خاطر الكاثوليك، وحياتك بيقبلوا بمسلم ولا يكون صاحبك وصاحبنا فؤاد الترك. هالريف فرعون الكاثوليكي يترشح للرئاسة سنة 43 ونصح المويرني بأن تكون للكاثوليك، ومع ذلك بعض المويرني بيقولوا كندا وأستراليا ولا رئاسة غير ماروني، وبعضهم المستقتل بيقول بدنا العميد وعلي وعلى أداء يا رب. ليش قلت لكم هالقصة؟ من مدي إجا لعندي شخص اسمه فؤاد الحج، قال لي بدي أعرفك على قرابتي جاد الحج. تعرفنا على جاد الحج، لقيناه شاب بجانب حبيناه يعني وقت شفناه. بعد جمعتين جاي هو بطرس العنديري لعندي على البيت. بطرس العنديري صاحب جريدة النهار وكمان ماروني ماروني وماروني. بطرس بيقول له بدنا نلاقي لك غطا كاثوليكي.
ما بسوى تمشي هان غير ما الليلة غطى لك كل شيء. سعادة الأنصل بيقدم لك الغطى السني، مدام مرسي بتقدم لك الغطى. أوراك ساعات الأنصل بيقدم لك الغطى اللبناني، وفؤاد الحاج بيقدم لك الغطى السني، ومدام مرسي بتقدم لك الغطى الشيعي، وردولف بيأمن لك الغطى الكاثوليكي ومعه الأرثوذكسي، باعتبار الكاثوليك والأرثوذكس هني العرب بين المسيحيين. ميرني ما بيقروا فيه. قال له أوراك، قال له شو بدي أعمل؟ قال له فإذا بقول له إنه مرتك كاثوليكية. وأول ما فاته أنا طبعاً خربت البلد، بدكم رئاسة الجمهورية ليش نحن منخدش؟ قال يا خي أنا مرتي كتلية. بطرس قال مرتي كتلية، هان سكت بده يمشي بالكذبة معه. بقى بطرس صاروا 20 سنة بإستراليا بده يعمل لي مقلب مش عم بينجح. إجا استعمل جاد الحاج، عزمنا جاد الحاج لعنده على البيت، وعملنا عزيمة طويلة عريضة. اللي ما بيعرفوا نحن الكويت اللي منصلي بهايك الميرني بيشطحوها. قلت له لا، سألت مرجاد قلت له صل بإيدك على وجهي، شطحتها. قلت شو القصة؟ شو القصة هان؟ شكيت. بعدين قلت مش ممكن يعملها معي، شاب آدمي وجاي من ضيعة اسمها أيتولي، طالع منها مطران كاثوليكي من بيت يوكيم، كان من أحسن مطران بزحلي، مش ممكن يعملها معي. لحتى إجاني الخبر إنه ضربوك مقلب له أول ما لقيت. قلت له لك كيف تعمل معي هاي؟ قال كيف أنا بعمل هاي؟ بكفيش قلبة مرضي كتلية؟ قلت له شو يعني حرف ناقص الكويت ليه؟ بحبيت قول هالقصة إنه اللبناني مهما بيتقدم بتفكيره بضل عنده نوع من الطائفية بتفكيره، لأنه وقت بيحس بالخطر بيلتجي للطائفي طبعا. حبيت أقول هالقصة لأنه هذا المقلب اللي كنت بدي هير له إياه لجاد بعد ما هو ضربني المقلب. هلأ لنخلص قضية الصحافة، كان مفروض فيي أني أقرأ كلمة كتبتها الست نجاة مرسي. ليش يا نجاة؟ قال لي أنه أنا عاملي معاهدة عدم اعتداء بيني وبين الميكروفون. لا أنا بقرب صوته له بقرب صوته. طب ما أنت كتبتي ليش أنا بدي أقراها؟ إني أنا نخليها لآخر النهار. بقى من يومين ثلاثة سافر جوزة، إني لعي ولو ميكروفون وميكروفون. بقى مبارح رجعت مضيت اتفاقية والميكروفون تصالح. بقى هلأ رح أقدم لكم ست نجاة. مين بيعرف يحكي بعد رودولف؟ بقول مين بيعرف يحكي بعد رودولف؟ الإخوة والأخوات، مسموع؟ تغمرني السعادة ونحن نلتقي بهذه المناسبة الأدبية الأولى في ملبون، ونرجو أن تتكرر دائما. الكتاب الذي نتحدث عنه مؤلف من حوالي 350 صفحة كما نرى، ومن هنا يصعب تقديمه كاملا في هذه الفترة القصيرة. ويكفي القول للدلالة على أهمية منحاه أنه عالج زاوية جديدة من مأساة الوطن. قلنا أنا صوتي واطي ما سجلوش. هذا ما مش عن الصوت، بس أنت عم تصوت. أنا لا تسجيل، مش عن الصوت. أنا اسمع. بس هذا تسجيل. ويكفي القول للدلالة على أهمية منحاه أنه عالج زاوية جديدة من مأساة الوطن. مسموها هناك؟ نوعا ما. لم ينظر إليها الكتاب من قبل، وهي انطلاقة من انطلاقه من القاعدة
لقد صدرت عشرات بل مئات الكتب عن مأساة لبنان، ولم تترك جانبا إلا وتحدثت عنه، بما في ذلك التاريخ والإقطاع والاستعمار والدوافع والمؤثرات إلى آخر ذلك. ولكن لم يتطرق أحدها إلى المشكلة الأساسية، إلى القاعدة الشعبية وخطورة الدور الذي يمكن أن يلعبه بسطاء القوم عن غير قصد. وهذا ما قدمه كتاب الأخضر واليابس، حيث اعتبر كاتبه، وقد أكون على خطأ، أن مأساة لبنان قد أصبحت مشكلة ولها جذور ورواسب، وأن الجذور هي عامة الناس والرواسب هي ما يتوارى في خلفيات عقولهم. وهنا اختار القرية مسرحا لقصته، ثم بدأ بتجسيد طباع الناس وغرائزهم في شخصيات أبطال القصة، أمثال الحكيم والضابط والمختار ورمزي وعبلة وبعض الخاصة والعامة، ممن كان لهم أدوار رادعة ومن لم يكن لهم أدوار سوى التفرج والكلام وإذكاء الحريق. ومن هنا كانت القصة عرضاً صادقاً ومبسطاً لجانب منسي من مأساة الوطن، وشريطاً خلاباً لمسرحية أخرجها الكاتب بذكاء المخرج الذي يعرض لك القصة بأدق تفاصيلها ثم يتركك معها بدون خاتمة أو تعليق. ومن جهة أخرى نجد الميزة في لغة الكتاب، لأنها كانت صحفية بسلاستها ووضوح أسلوبها، ولبنانية بإجوائها وعباراتها بشكل يقربها من قلب القارئ، وخاصة القارئ اللبناني بفضل تلك العبارات الشعبية المعبرة التي تشبه الكحل في العيون الجميلة. بالطبع هذا لا يعني أن القصة معصومة عن الخطأ، إذ فيها بعض نقاط الضعف، أذكر منها على سبيل المثال علاقة رمزي وسناء، التي مع كل ما فيها من أوضاع ظالمة وغير إنسانية إلا أنها لا تتناسب مع مستوى الكتاب. وهنا لابد من التوقف أمام شخصية بطل القصة آدم، التي تمثل الخير أمام عنفوان الشر، مع أنها على يقين، أي الشخصية، بأنها ستصبح ضحية رخيصة. ولا بد من التوقف أيضا أمام نماذج العبارات والكلمات التي اختارها بطل القصة للتعبير عما يعتمل في وجدانه تجاه هذه العاصفة الهوجاء. أما أسلوب السرد فقد عني به الكاتب وطعمه بالنفحات الفلسفية وعبارات التفكه المر، إلى جانب الابتسامة الدامعة، وهو يحدث نفسه ويحدثنا ويحدث التاريخ. وتصورته كالصاحي بين السكارى الذين أخذ منهم السكر مأخذه، فعربدوا وكسروا وفجروا وهو يراقبهم ويكتب لنا أفكاره وأحكامه الموجودة بين أيدينا الآن كي نعطي رأينا فيها. ومن هنا أرى أن الكتاب عرض شيق وذكي لخلفيات شعب ألف بساطة العيش والمشاركة الوجدانية، محاطا بسحر جباله وجمال طبيعة أرضه وتقاليده، تعود القناعة والتعاون والاستسلام لرتابة العيش وفضيلة التعايش في قراه الحالمة، وفجأة تنقلب من حوله الموازين بسرعة لا تتناسب مع طبيعته، ويجد نفسه محاطا بدعاة الطائفية وحملة البنادق وتجار الحروب، مضافا إلى ذلك أن مجرد التمسك بالقيم الأخلاقية والإنسانية وسط هذه الغابة سوف يضعه على حد قول الكاتب أمام خيار عنيف، الموت أو القتل،
بل أمام نهاية لبداية ليس له يد فيها، وهذه هي المسألة. والقصة على الرغم من سلاسة أسلوبها، إلا أنها تشعرك بأنك أمام طوفان عجيب بدأت بوادره بالغيوم، ثم تطورت إلى أعاصير وإلى أمطار غزيرة وتيارات جارفة جرفت الناس بجميع فئاتهم. أناس جرفهم التيار بلا مقاومة، أناس قاوموا فتفجرت جماجمهم، أناس ماتوا وعاشت مبادئهم، أناس دمرت منازلهم وتشردوا، أناس غرقت محاصيلهم وجاعوا، أناس استفادوا من الفوضى وتاجروا بالأرواح، أناس حملوا ضمائرهم وهاجروا، وأناس عجزوا عن إنقاذ السفينة فسبحوا إلى شاطئ الأمان. وأخيرا، ماذا عسانا أن نقول عن رواية كتبها جاد الحاج بدم الوريد بعد أن عاش أحداثها المفزعة، سوى أننا عايشنا المأساة ولا زلنا بأصدق مشاعرنا، وذلك خوفا على أبناء شعبنا، ولا نغالي إذا قلنا أن خوفنا على سلامة وطننا الحبيب يشبه خوف الأم على وحيدها الذي قطع وريده ونزف دمه وأصبح مهددا بخطر الموت النهائي بعد أن اختفت من حوله أدوات التطهير والإسعاف. أشكركم، وأتمنى أن نجتمع دائما حول موائد أدبية مماثلة، والسلام. شكرا للإعلام والصحافة، وشكرا للأستاذ رودولف أبو خاطر وللسيدة نجاة تخي مرسي. علمه والده تذوق أناشيد الطير منذ طفولته حتى أصبحت رؤيتها حية أطيب لديه 1000 مرة من قتلها وشيها. عمل في الصحافة في ربيع عمره، ونشر قصائد نثرية ومقالات في جرائد لبنانية، سافر إلى أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا مراسلا ورحالا، واستقر به المطاف في أستراليا مع عائلته. عمل في الإعلام الإذاعي في باريس ولندن، ونشر شعرا ونثرا، قطار الصدفة، 26 قصيدة، واحد من هؤلاء. أقدم لكم سيداتي سادتي هذا السندباد، إنه الأديب والكاتب والصحفي الأستاذ جاد الحاج، فليتفضل. صراحة أنا ضيعت الكلمة اللي كتبتها. طبعاً هي كذبة لأنه ما كتبت كلمة، إنما شو بدي أقول؟ الكلام يلي نقال عن كتابي بكفي. هلا انا فيني انزل تحت الطاوله وما راح تستفدوا شيء ابدا، انما في كم شغله بحب اوضحهم، خصوصا الملاحظات يلي وردت حول مسائل مثل استعمال العاميه. هذه مساله في عندها حساسيه خاصه عند البعض، وهي حساسية أنا بتصورها مستعارة ومفبركة، لأنه ما قالها أي قيمة أدبية إطلاقاً. إحنا مهتمين بس بالأدب. الكتاب مكتوب باللغة العربية الفصحى، إنما التدخلات العامية لابد منها لأن جزء من تصوير واقع معيوش بشكل يومي. وأنا مقولتي بالنسبة للغة واضحة جداً، مثل ما عم بحكي معكم هلا، نحن بنحكي بتقريبا معظم العالم العربي، وبنقدر نفهم على بعضنا بدون ما نلجأ حتى للقواعد. انما لما بنجي لنكتب مجبورين نحط اللغة بمسيرتها التاريخية، مجبورين نرجع للقواعد، لأن القواعد هي الضابط الأعلى للغة. منطور اللغة بأن نحكمها بمصل الحياة، انه نخليها تكون شاهده على اللي عم نعيشه اليوم، وين وصلت اللغه على افواهنا.
إنما لا يحق لنا إطلاقاً أن ننقض اللغة أو نهجرها أو نعمل أي شيء لتدميرها. وكل واحد بيتصور إنه استعمال الكلمة المنطوقة في سياق الكلمة المكتوبة هو عمل عدائي تجاه اللغة، فينا أنا أسميه بكل بساطة أحمق، لأنه بيشبه الأحمق الآخر يلي بيتصور إنه نقد اللغة وهجرة هو الحل الوحيد لمشكلة الإبداع العربي بالوقت الحاضر. ما في حل، الحل إنه نكتب ونكتب بكل صدق، وكل واحد منا يفتح نفسه للنقد ويفتح نفسه ويكون مستعد دائما للتغير. فكل واحد بيعتبر نفسه جزيرة بده يغرق. أنا موجود لأني أنا ناقد قبل أي شيء تاني، بشعري وبصحافتي وبروايتي أنا ناقد، وناقد اجتماعي وتاريخي وسياسي وشخصي، بنتقد أصدقائي وبنتقد نفسي وبضحك على نفسي وعلى أصدقائي باستمرار. في كتير ما بيحبوا هالشغلة، بيتصوروا حالهم أنصاف آلهة. أنا بحب أكون نصف إنسان، وهذا شيء بيكون بيشرفني، لأنه النقد هو عمل تكاملي. يلي خلق كامل ما في عنده مشكلة، يمكن مش مفروض في ينمى، بس نحن عم ننمى بكل لحظة، والنقد هو البناء الوحيد. فأنا موجود هون حتى إذا في أي سؤال أو في أي شخص بحب ينتقد الكتاب يتفضل. في حدا عنده أسئلة؟ كتاب ناجح منيح، ما حدا عنده أسئلة؟ في عندي كلمة، الأخت عندها كلمة بحب تقولها، تفضل. أيها السيدات والسادة، هذه هي المناسبة الثالثة التي أدعى إليها وأنا في بلاد الاغتراب التي لم يتجاوز وجودي فيها أشهرا معدودة. تعرفت من خلالها على واقع فني وآخر اجتماعي وثالثهما أدبي. بالحقيقة لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي، حيث أجد في هذه البلاد البعيدة ما كنت لا أتوقعه قط. فشهدت نتاج فنانين عرب مهاجرين ونشاطات اجتماعية للمرأة المهاجرة، ونلتقي اليوم مع أدباء من أبناء وطني يناقشون أدباً واقعياً عبر قصة مكثفة تقول ما تريده بسرعة، تاركة بصماتها المتأرجحة بين الماضي القريب والحاضر. أخضر ويابس جاد الحاج، أيها السادة، مثال حي يجمع بين حناياه مقولة أدبية صادقة، مفادها أن الأدب موهبة وتجربة وخبرة وليس حرفة، حيث يصبح الحرف في أخضر ويابس جاد الحاج جزءاً من هذا الكاتب الذي لم تسبق لي معرفته إلا من خلال الصحف. فأنا لست ناقدة أدبية، بل أعتقد أنني أتذوق الأدب لأنني مارسته دراسة. ولكن إن أخفق جاد الحاج في بعض من مقومات الأدب القصصي، إلا أنه نجح في خلق مادة روائية أدبية ستفرض وجودها في بلاد المهجر، كي تكون مادة موثقة عن حرب هدامة أحالت اخدرار لبنان إلى يباس، بقالب أدبي معبر مزج فيه جاد الحاج وبأسلوبه الصحفي اللغة العربية الأصيلة مع اللهجة المحلية المحببة إلى قلوبنا جميعا. نشد على يديك يا جاد الحاج مهنئين لأنك صاحب رواية نرحل بها عبر الكلمات نحو الوطن الجريح، وهي مبحرة في عالمها المفعم بحرارة العفوية والبساطة المتوقدة. فعسى أن يصبح الخنجر ورداً في بلادي، وعسى أن تصير البندقية كتاباً في وطني. وشكراً. أي مزبوط، عارف حدا من الجماعة ممكن تعرفين هلا. أبو
السلام عليكم جميعا. انا اسمي نعيم بيدروس. لي الشرف طبعا ان انا اقول كلمه بسيطه بالنسبه للكتاب. انا تعرفت مؤخرا على اقدر اقول الصديق العزيز، هقول بالمصري بقى، جاد الحاج. بلا شك انسان ممتاز، وليس فقط كاتب ممتاز. وكتاب الاخضر واليابس بيفكرني كتير بالقصه العظيمه للاديب المصري العربي الراحل يوسف السباعي، قصه رد قلبي. وطبعا اعتقد ان معظمنا شفناها كروايه، وهي قصة تحكي ما يجري في نفوس أو ما جرى في نفوس الشعب المصري قبل الثورة. طبعا مع الفارق أنه مجريات الأحداث في الأخضر واليابس تختلف بعض الشيء عن مجريات الأحداث في كتاب رد قلبي، لأنه الشعب ضد الحكم، هنا الشعب ضد الشعب. طبعا بالنسبة لاستعمال اللغة الدارجة، ده مش عيب على الإطلاق، إنما المأخذ الوحيد اللي بأخذه على استعمال اللغة الدارجة في هذا الكتاب، طبعا أخي العزيز جاد استعمل اللغة الدارجة بطريقة ذكية، وطبعا مش في كل الكتاب، إنما كانت لغة درجة شديدة، يعني الإنسان غير اللبناني صعب عليه فهمها، وبرضه ده مش عيب، مش عيب على الإطلاق. إنما النقطة اللي أنا أهدف لها إنه إحنا باستمرار، أنتم ربما كما بعضكم يعرف إن أنا كنت أعمل في الصحافة، وكان شغلنا الشاغل ليل ونهار هو القضية اللبنانية والحرب اللبنانية وده 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 وده، ونتهم الدخلاء العرب والدخلاء الأجانب، وعمري ما شفت مقال أو تحليل صحفي أو تحليل سياسي يلوم الشعب اللبناني نفسه. أنا بشوف أن الشعب اللبناني يتحمل لوم كبير فيما حدث، لأنه المتآمرون ضد الشعب اللبناني بيدفعوا المصاري أو بيعطوا الأوامر للشعب أن يحمل السلاح، ولكن الذي يحمل السلاح هو الشعب نفسه. فيهمنا جدا الناس الدخلاء اللي هم غالبية الدول العربية بالإضافة إلى الدول الأجنبية مثلا زي أمريكا وروسيا، هم اللاعبان الرئيسيان في المنطقة، وبعدين أتبعهم بقى من الدول العربية أو أتبعهم الآخرين. لنا في الأدب يا أستاذ. ايوه يا فندم، معلش انا بتكلم في الناحيه ده. الكتاب ده عظمته انه وثيقه تاريخيه عن الحرب اللبنانيه. فالنقطه الاساسيه انه يهمنا انه القارئ غير اللبناني يقرا الكتاب، لانه الشعوب العربيه عند ما تعرف تماما حقيقه ما يجري في لبنان وحقيقه ما يجري في نفوس الشعب اللبناني، ربما يكون لها بعض التأثير على حكامها في ان الحكام ممكن يتأثروا من كتابات مستقلة زي دي. ده كتاب محايد تماما سياسيا. حكام فين؟ مكتوب. نعم، حكام فين بيتأثروا بالكتابات؟ حكومات الدول العربية تتأثر بالكتابات، تتأثر بالكتابات المحايدة. ممكن تضطر أن يكون في ملحق يفسر هالكلمات الغير مفهومة في العالم العربي. لا معلش، ده أنا بتكلم بالنسبة لي، تغير جذري بتاريخنا لو أنه بالفعل الحكام بيتأثروا بالكلام
يكون تغير رهيب بتاريخنا. أنا مفاجأة لي هاي الشغلة اليوم. لا ممكن، ممكن الحكام بيتأثروا، ممكن الحكام بيتأثروا. ممكن؟ ممكن الحكام بيتأثروا لو يعرفوا الحقيقة، ولكن المصيبة حكامنا لا يعرفون الحقيقة ولا يتأثر. المهم دي نقطة. النقطة الأخرى أنا سوري، أنا ما بقصدش إن أنا ألوم الكتاب، سوري ما بقصدش ألوم الكتاب. أنا بقول إن الكتاب وثيقة تاريخية مهمة، ولكن لو كان دخل فيها لغة موحدة أكثر علشان الكتاب ينشر عربيا أكثر ما ينشر لبنانيا فقط، أو أكثر ما يحصر لبنانيا. النقطة الأخرى بإذن الله حصل. النقطة الأخرى إنه الكتاب زي ما قلت كوثيقة تاريخية ما فيهوش تبويب، بيجعل يعني أنا هذا الكتاب سأحتفظ به كوثيقة تاريخية مستقلة عن أحداث الحرب اللبنانية. ده يهمني أكثر من التعليقات السياسية، لأن معظم التعليقات السياسية اللي أنا بقراها بالصحف متحيزة، معظمها متحيزة. هذا الكتاب ليست لا تحيز فيه، بس النقطة إن أنا كل مرة لازم أكتب ملحوظة أعرف الموقع التاريخي في هذه النقطة في أي صفحة. فإذا كان له تبويب كان حيسهل شوية بعض الشيء على القارئ. فأرجو إنه الأخ جاد في مؤلفاته القادمة نراعي هذه النقطة، ولكن كل الأمور دي أمور هامشية، ده لا يغفلنا أو لا يجعلنا نخرج عن الواقع إنه الكتاب عظيم، والكتاب ثورة جديدة في تاريخ الحرب اللبنانية. وأنا أهنئ الأستاذ جاد الحج أو نقول جاد الحج ونرجو المزيد والمزيد من أفكاره العظيمة. شكرا. Thank you. سؤالك الأول لمين بكتب؟ أول شيء بكتب لضميري، يعني بكتب للناس، بكون جرسون، بكون بيشتغل بالقهوة عند الناس. أنا ما بشتغل عند حدا، أنا موظف عند ضميري يلي هو بيقول لي شو بدي أعمل، وبحتكم لضميري بالأول، بحتكم لضميري ولأفكاري. يمكن أفكاري أنا ما يعجبوك أو ما يعجبو حدا هون، بس ما حدا بيقدر يقول لي انه ما احتكم لضميري. ضميري هو الحكم الاول يلي بناقشه بتحاور انا وياه لما بكون مسكر غرفتي وعم بشتغل. وبناء على الشيء اللي تعلمته من انا وصغير، والشيء اللي بتعلمه من الاشياء اللي بقراها، وبناء على ايماني بانه في اله بالعالم، وبانه في قيم لهالعالم، وفي له تاريخ، وفي له سبب ورايح لمطرح، بناء على الاشياء الاساسيه هذه يلي بتتكون منها ضميري، بعمل الحوار بيني وبينه وعلى اساسه بتجه بكتابتي. فاذا القارئ هو المحصله الاخيره للعمل، هو النتيجه التي لا بد منها. لما بتطلع بالبحر بتشوف انه الموجه لما بتوصل على الشط تنكسر، بتتشظى، بتصير بيضة وبتفقد حيلة وبتموت. الكتاب بالنسبة للكاتب مثل الموجة اللي بتوصل على الشط، بينتهي كليا لما بيوصل لعند القارئ. بالنسبة لي أنا هلأ عمال بدافع عن كتاب انتهى، هلأ صار بين إيديكم، ما
ما عاد عندي أنا أي مشكلة مع الأخضر واليابس. عرفت إيه؟ في حال بتاخدوه أو ما بتاخدوه، هاي مشكلة بتخصكم أنتم ما بتخصني. السؤال الثاني يلي سألتني إيه؟ تذكرني فيه لأنه كنت عم بنساه. لا لا، الكتاب ما له علاقة بالحرب. يعني الكتاب أنا حرب لبنان عشتها، عشت السنتين الأولانيات منها وضليت من باستمرار روح واجي خلال العشر سنين الماضيين. إنما حرب لبنان هي كانت المعطى يلي انعطالي حتى لي أكتب عن قضية إنسانية. أنا ما كتب، ما في كلمة لبنان بالكتاب، وما في بالجغرافيا مثل ما قال الدكتور ميرزا، ما في ولا مطرح فيك تكتشفه وتعينه وتقول هيدا اسم هاي الضيعة أو هيداك اسم هاي الشخص. المعطى اللبناني اللي وصل لي لأني خلقت بهالمكان وربيت فيه وشفته، هو كان الشيء اللي ألهمني أني أكتب. إنما أنا عم بكتب عن الإنسان الموجود بالعالم، بكل العالم، بكل لحظة عم بكتب عن الحرب وين ما كانت الحرب. فاللغة اللي بستعملها هي اللغة اللي وردتها يلي وصلت لي. إنما هدفي من الكتابة مش هو إنه أنا صور الواقع بس، صور الواقع بصير تصوير فوتوغرافي، بصير ريبورتاج. أنا ما عم بعمل ريبورتاج، أنا فنان. أنا واجبي إنه أعصر التاريخ من سلة عنب كبيرة اللي هي أحداث يومية وتراكمات، طلع لك نقطة واحدة تضل عايشة حتى تضل تقدر تقشع منها محصلة تاريخية كبيرة. أما لو بدي صور الواقع بنجيب لك ريبورتاجات الجريدة بننسقهم بنعمل قصة. الواقع هو اللي انطبع بنفسي، شو صار من تفاعل هذا الواقع بيطلع بالكتاب، بيطلع الكتاب. فأنا ما عندي إلا واقعي أنا يلي عشته أنا، يلي هو واقع ضيعتي، واقع المديني تبعي، واقع اليومي كطالب بالجامعة، كمهاجر، كصحفي. كلها ما فيني أطلع منهم، ما فيه استعير غيرهم لأعمل كتاب. فاللغة اللي بدي استعملها والأمكنة يلي بدي أوصفها والإنسان اللي بدي أتحدث عنه والحرب يلي أنا ضدها ويلي بدي أكتب ضدها بدها تكون حرب بلادي. إنما ما بهم أبداً، بجوز يكون هي صار بفيتنام أو بالفلبين أو بأي مطرح تاني بالعالم، ما لها أي أهمية بالنسبة لي. لذلك ما رح أحط تبويب ولا رح أشرح أي شيء. يلي بهمهم الشرح والأكاديمية، وإذا كان هالكتاب بيستحق شرح وأكاديمية هن بياخدوه، وخلي هن يتعبوا شوي كمان ويلاقوا يلي مضيعينه فيه. عرفت كيف؟ تفضل. اعتبروا الكتاب وثيقة تاريخية أو وثيقة. إلى أي درجة حضرتك تعتبر الكتاب هذا وثيقة تاريخية تصور مش الواقع اللبناني، الإطار اللي صار فيه الأحداث؟ والله صعب علي أقول هالشيء. هذا عمل ناقد. إذا في ناقد بيكتشف إنه بهالكتاب في وثيقة تاريخية، يمكن مليح يمكن مش مليح، ما بعرف. لأنه أنا كتبت عن مرحلة تمتد يعني زمنياً بس بالذهن المجرد من فترة الاستقلال لبداية الحرب. بداية الحرب يعني السنتين الأولانيات لما بلش المجتمع يفرق ويتحلل وبلشت القيم يلي ربينا عليها تموت بين إيدينا. تبعت كيف؟ هذا هي المرحلة، هذا هو النطاق. إذا بعد كم سنة أو اليوم أو بكرة في أشخاص بيلاقوا إنه بهالكتاب في وثيقة تاريخية، ليه؟ بيبعثوا لنا شيك بالبريد أو شيء. شو بدي أعمل؟ طبعاً ندفع على شهر البحر. في غير أسئلة؟ تفضل. طبيعي يا أستاذ جاد، أنا بالنسبة لي ما طلع على الكتاب لأني الحقيقة أول مرة أشوف الكتاب معه. قصير مني أو قصير من الصبر أو الناس؟ لا طبعاً ما في جهاز بعد عم يعني. السؤال مش لك مش أسئلة بس بالنسبة عن نفسي، بس السؤال يمكن الوحيد اللي توارد لديه من خلال بعض كلمات الأدباء والفعاليات.
بعرف إذا كان الكتاب من حيث الرومانسية ما فيه رومانسية كتير، يعني كتاب واقعية انطباعية. إذا بدنا نعمل شوية أكاديمية نعطي أسامي، ما في دعوات كبيرة وكلمات، يعني بعيد عن الروح الجبرانية حتى نختصر الكلمة. إنما في رسالة بكل أدب، بكل عمل نعمل، حتى لو كان عمل إجرامي في رسالة من وراء. الرسالة هون هي طرح السؤال إلى أي حد الإنسان الفرد الأعزل والمحب للسلام والبسيط والعادي جدا يمكن مثلك ومثلي بيقدر يقاوم العنف وبيقدر يوقف بوجه القتل يلي هو منتهى أشكال العنف. هذا هو السؤال بالأخضر واليابس يلي هو سؤال بنظري أنا وجه به معظم اللبنانيين، إن كان مواجهة مباشرة أو مواجهة كجماعات أو مواجهة بالنيابة، يعني خيه ابن عمه إلى آخره. وجهنا فجأة ونحن أطفال بالاستقلال، يعني بأنه يكون عندنا بلد لوحدنا، بسؤال أكبر منا كتير، إنه كيف بدك تعمل؟ هل بتموت أو بتقتل وما عندك واحد تالت؟ الخيار التالت مش موجود. هذا الشخص بهالكتاب يلي واجه السؤال هو منتهى درجات المسالمة. يعني اللبناني شوي صغير غير شكل، بمعنى أنه ما بقوص على صفير بالجهة مثلا، عرفت كيف؟ يعني شوي صغير بإيد إذا بدنا نقول، بس هالرقة هيدي اللي عنده خسع، خسع. هالرقة اللي عنده منا رقة ضعف، رقة اقتناع. الإنسان مقتنع إنه هاي الأشياء ما بسوى تنعمل، ما بسوى ب 12 ميلي تقوس دعوائق، عملية فظيعة فيها كتير قناقط. وهيدي ال 12 ميلي فيرسس دعوائق تحولت ل 155 مدفع فيرسس شارع. عقلنا تطور بهالسرعة هاي. هذا السؤال المطروح بالأخضر واليابس. أنا ما بعطي حلول لأنه أنا ماني رجل سياسي، أنا عم بطرح السؤال حتى السؤال ينطرح باستمرار وبإلحاح، حتى أنت وهو وهي وكلنا نضل نطرح السؤال لنلاقي جواب. لو عندي حل كنت بروح على لبنان بترشح لرئيس الجمهورية، لأني ماروني مثل ما انت بدك يعني يتحول هلا من بعد ما كنت انا ناشر الكتاب وحامله على كتافي الى السيلزمان تبع الكتاب. ما فيش طريقه ثانيه لانه رح نعمل سيلزمان، ما في مانع، بس المهم اذا في حدا دجران يقوم يشرب شيء او كذا. كبير فتره استراحه. لا صحيح. اسوء شيء دجران. الكتاب ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو معايشة يومية لقرية جدا منسية وبعيدة وعادية كثير إلى حد أنها هامشية، بس عايشة بعدها بأسلوب زراعي متوارث من أيام الكنعانيين. الأسلوب الزراعي بيقوم على المقايضة. انت عندك عرق زياده بعطيك شويه زبيب، تعطيني عرق بقرتك بتحلب اكثر من بقرتي بنستعير. الناس عايشين بعدهم بسكل مدار مرتبط كليا بالحياه بالارض. هذا السكل مات، انما بعد في ملمح منه، وانا حبيت اقبض على هذا الملمح قبل ما يختفي كليا. في هالقريه شخصيه ادم اللي هو بطل القصه، هو شخص درس تعلم بالساحل وصار محاسب، ولكنه
بعكس رفاقه يلي بس يتعلموا بالضيعة بيهرب وبروحوا على الساحل بيلاقوا وظيفة ورا طاولة وبصير عندهم كرت. قرر يقع في الضيعة ويشتغل بالبنك يلي هو بطرية مجاورة ويجمع فلوس حتى يرجع يبعث المعصرة يلي ماتت بموتين. المعصرة طبعا رمز لأسلوب من الحياة الاكتفاء الذاتي بالقرية بالوطن بشكل عام. الأحداث وصلت على دفعات بطيئة بالأول وبعد الحرب مش واضحة. الحرب عم بتصير بأماكن بعيدة ومش واضحة، ما عم يفهموا شو لسه شو عم بيصير، ما عم بيفهموا. عبارات جديدة عم تولد، قصف عشوائي، قتل على الهوية مع قنص، شو قنص؟ ما عم بيفهموا شو عم بيصير. يعني الفوكابولير الجديد اللي عم بيولد عم بيخلق نوع من البلبلة عند الناس بالقرى البعيدة ومطرح ما في تقاليد قوية جدا ماسكة الإنسان بأرضه مثل جزر. هالواقع بلش ينخط بوصول على القرية واحد من ضباط الحرب، واحد من الضباط يلي فرطوا من الجيش وفتحوا حسابه. هذا الضابط بيجي على الضيعة شغلته انه يعسكر الضيعة، ياخذ الشباب يدربهم ويدخل الضيعة بالضيعة. طبعا في مقاومة، المقاومة عم بيقودها اللي عندهم شوية عقل، يلي عندهم تاريخ يرجعوا له وعندهم مقومات معينة بيستمدوا منها قرارات الحاضر. هود الشيوخ العقلاء عم بيقولوا انه يا اخي طيب نحن بوقت حصاد، لازم نخلص حصادنا بالاول، الارض قبل الحرب، لانه اذا ما خلصنا حصادنا المواسم بتدور، الثمر بغر على الارض، لازم نخلص شغلنا قبل ما نقوس. الشباب المتحمسين بيقولوا لا، الحرب قبل الارض. هاي المشكله الاولى، هيدي اللي هي المشكله الرمزيه الاساسيه. شو بنعمل بالاول؟ هل بنحافظ على الارض او بنشترك بالحرب؟ يعني او بتجاوب مع العنف والشتوم والغموض، لانه كانت العمليه غامضه كليا. طبعا العنف بينتصر وبيوقع العقل وبتسقط رموز العقل واحد ورا الثاني. الرموز مختلفة، في رموز العقل بالمعنى السلطة، في رموز العقل بمعنى الخرافة اللي بيتركز بشخصية من شخصيات. كل هالرموز بتسقط بتموت واحد ورا الثاني وبتربح الضيعة الحرب، بتكسر الضيعة. طبعا بطلنا بفل بدو من هون بتبلش القصة تاخد منحة آخر، بتخلص من مدار القروة وبتفوت بعالم، بتفوت بمؤسسة. في الهجرة وإلى أن تتجزأ القصة. هي القصة إذا بدك تجردها كشكل مثل القمع، القمع بيبقى عريض من تحت بعدين بصير يضيق 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 ليصير. فبالأول ننطلق من العام الكبير ونضل نضيق نصير بالخاص يلي هو بيتعلق بشخص أو شخصين. فما بدي خبرك كل القصة لأنه شيء أنا سعيد. شكرا. تفضلوا على الشيء المفهوم. نشكر.